الله عز وجل يخلق لهذه اليرقات الصغيرة، الدبابير الصغيرة يعني التي لا زالت على شكل يرقات، يزودها بمادة كيميائية مخدرة تخدر اليرقة الكبيرة هذه، ويزودها بأسنان حادة مثل الشفرة لتشق الجلد السميك وتخرج بكل حرية، وهذه اليرقة لا تبدي أي رد فعل ولا تتألم، وهي طبعا يعني سعيدة بهذا العمل. سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه أنثى الدبور تحتار أين تضع بيضها. البيوض تحتاج لغذاء وهي لا تستطيع تأمين الغذاء، فتلجأ إلى هذه اليرقة. هذه يرقة عنيفة جدا وشرسة وأقوى من أنثى الدبور، ولكن على الرغم من ذلك نجد أن هذه الأنثى تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تحقن بيضها داخل هذه اليرقة. يعني أنثى الدبور هذه ستحاول إقحام بيضها داخل هذه اليرقة لتضمن لها الغذاء. انظروا إلى عاطفة الأمومة لدى الحشرات أيها الأحبة، تحاول بكل ما أوتيت من قوة بحيث أنها تفرغ هذه البيوض في داخل هذه اليرقة. هنا طبعا يحدث صراع وقتال. انظروا كيف بدأت تحقن بيوضها، خلال ثواني معدودة فقط حقنت هذه البيوض وابتعدت عنها لتضمن لهم غذاء حتى يكبروا. سبحان الله. أنا أود أحبتي في الله أن أتوقف قليلا قبل أن أتابع هذا الفيديو المذهل حقيقة. سنرى أشياء عجيبة بعد قليل، كيف أن هذه البيوض تنمو وتكبر داخل بطن هذه اليرقة وتخرج من بطنها. سنرى شيء عجيب بعد قليل. ولكن أنا الذي يستوقفني مدى الرحمة التي تتمتع بها هذه الحشرة، أنها لا تترك بيوضها هكذا. يعني بإمكانها أن تلقي ببيوضها في أي مكان ولكن لا تفعل ذلك. هي تؤمن المكان المناسب لتضع هذه البيوض وتضمن أن تنمو وتستمر دورة الحياة وتتكاثر، مع العلم أن هذه الحشرة موجودة منذ مئات الملايين من السنين وهي تقوم بهذا العمل، وهي مبرمجة على هذا العمل. سبحان الله. انظروا أيها الأحبة كيف يضع أو تضع بيضها هنا داخل أحشاء هذه اليرقة، تحقنها حقنا بالبيوض. طبعا سبحان الله، يعني هذه الأنثى ستذهب في حالها وتموت بعد ذلك ولن ترى أولادها على فكرة. ولكن هنا هذه اليرقة ما الذي يحدث معها؟ عبر عدة أيام تتغذى البيوض على أنسجة اليرقة لمدة أسبوعين. الآن كبرت هذه البيوض وتحولت إلى يرقات، ستخرج من جلد هذه اليرقة. الشيء العجيب أيها الأحبة أن اليرقات هنا التي نمت، يعني البيوض الدبابير الصغيرة تحولت إلى يرقات وبدأت تثقب الجلد. طبعا هي في البداية تطلق مادة كيميائية لتخدر الجلد، جلد اليرقة الكبيرة، ثم لديها يعني أسنان قوية تثقب مثل المخالب، تثقب الجلد لتخرج منه بكل هدوء وبكل راحة. سبحان الله. يعني
الله عز وجل يخلق لهذه اليرقات الصغيرة، الدبابير الصغيرة يعني التي لا زالت على شكل يرقات، يزودها بمادة كيميائية مخدرة تخدر اليرقة الكبيرة هذه، ويزودها بأسنان حادة مثل الشفرة لتشق الجلد السميك وتخرج بكل حرية، وهذه اليرقة لا تبدي أي رد فعل ولا تتألم، وهي طبعا يعني سعيدة بهذا العمل، سبحان الله. طبعا هذه اليرقات تستخدم الحركة الموجية هكذا لسهولة الخروج. الآن خرجت هذه اليرقة، طبعا هذه يرقة دبور، يرقة دبور، هذه اليرقة اليسروع هذه الكبيرة هي أم حاضنة لهذه اليرقات التي بدأت تخرج وسوف تقوم بغزل الحرير الذهبي. وسبحان الله يعني أكثر من 50 بيضة حقنتها الأم داخل هذه اليرقة بدأت تخرج للحياة، تتغذى لمدة أسبوعين على أنسجة هذه اليرقة الكبيرة، ثم تظهر للوجود بطريقة عجيبة جدا أيها الأحبة. الغريب في ذلك أن هذه اليرقة الكبيرة الأم تدافع عن هذه اليرقات الصغيرة مع العلم أنهم ليسوا أبنائها، ولكنها تحميهم وتدافع عنهم حتى يقوموا بنسج هذه الخيوط الحريرية الذهبية، لأن اليرقة تمر بمراحل وتتطور حتى تتحول إلى حشرة. انظروا كيف تجلس بجانبهم ولا تفارقهم حتى تموت، حتى تموت جوعا، سبحان الله. يعني هذه اليرقة الكبيرة تجلس بجانب اليرقات، هذه اليرقات الصغيرة 50 يرقة، الدبابير الصغيرة التي على شكل يرقات، نسجت هذا الحرير الطبيعي الذهبي وتمر بمراحل تطورية قبل أن تخرج للحياة على شكل دبابير. انظروا كيف تحميهم من شر المفترسين ومن شر الحشرات، تقف كالأم الحنون سبحان الله. يعني ويأتي من يقول هذا مصادفة، يعني أنا من أغرب ما وجدت من أقوال أنهم يقولون كل هذا يتم بالمصادفة. انظروا الآن خرجت هذه الحشرات الجديدة، الدبابير الجديدة خرجت من هذا الحرير لتبدأ رحلة تكاثر جديدة، وتقوم بنفس عمل أمها حيث تبحث عن يرقة كبيرة لتضع بيوضها داخلها وتستمر حركة الحياة. وهذه العملية تحدث عبر ملايين ومئات الملايين من السنين أيها الأحبة. والله يعني هذا المشهد يشهد على قدرة الله الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله هو الذي دبر لهذه البيوض رزقها. تصور هذه الحشرات لولا يعني ذكاء الأم وحقن هذه البيوض في داخل اليرقة الكبيرة لم تكن لتتمكن من العيش ولا الغذاء ولا التكاثر ولا الاستمرار. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي ضمن لهذه الحشرات رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.